من هنا تقريبا تبدأ حدود حي الشيخ جراح الشمالية في القدس، على مساحة تقدر بألف دونم يمتد الحي التاريخي هذا. وكان يحده حتى العام 67 خط الهدنة من جهة الغرب، والذي شكل الحدود التي قسمت القدس إلى شرقية وغربية. يقال إن اسم الحي يعود إلى طبيب جراح كان من رجال صلاح الدين الأيوبي، ويتزين الحي ببيوته الحجرية القديمة ذات الهندسة المميزة كدار الأديب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي التي بنيت قبل قرن. تتركز في الشيخ جراح قنصليات ومؤسسات دولية وفنادق ومستشفيات. هنا أيضا بيت مفتي فلسطين قبل النكبة الحاج أمين الحسيني، حيث أقيمت مستوطنة. إلى الجنوب منه تقع الوحدات المهددة بالإخلاء قريبا، ويسكنها نحو 500 فلسطيني. ما الذي يجعل الشيخ جراح في عين الأطماع الإسرائيلية؟ شوف، هم على يعني مخططهم انهم يكملوا لوادي الجوز اللي هو وادي السيليكون، جبل سكوبس، جبل هداسة، الجامعه العبريه، الطور، راس العمود، جبل مكبر، سلوان. بدهم يسووا حلقه استيطانيه حول البلد القديمه، ويقللوا نسبه عدد الفلسطينيين الموجودين في 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 القدس الشرقيه. هذا المخطط تبعهم. تطلعوا؟ وين نطلع؟ وين نطلع؟ احنا هون قاعدين هون 65 سنة، ما بدنا نطلع من هون او على محملين على اكتاف. هناء محاميد، حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، الميادين.